الرئيس السيسي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم. رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لبحث عدد من الملفات الهامة. شهداء وجرحى جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على أنحاء في قطاع غزة. الثانية ظهرا في القاهرة 12 بتوقيت جرينتش، بكم في نشرة إخبارية على شاشة قناة النيل للأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلا لصلاحياته الدستورية الممنوحة له. يأتي ذلك في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي في إريتريا بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهم المشتركة، وبخاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الذي سلمه رسالة خطية من رئيس إريتريا أسيس أفورقي، وتضمنت الإعراب عن تقديره للرئيس السيسي والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطلعه لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير إريتريا بالقاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس أسياس أفورقي، تضمنت الإعراب عن تقديره للسيد الرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين، والإعراب عن التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مؤكدا حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة، خاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها. وفي هذا السياق تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تم تأكيد حرص الدولتين على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات، وذلك على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر. صرح بذلك رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. كما أكد مدبولي أنه تم توجيه الوزراء بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة المحافظات للتعرف على التحديات القائمة وتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب عليها. وقد أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل في خضم التطورات العالمية والإقليمية على ضمان أمن واستقرار البلاد، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود للتغلب على التحديات التي قد تواجه الأسواق المحلية وعلى رأسها سوقي الدواء والأسمدة بما يضمن استقرارها. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل حمادة العربي مراسل النيل لدى مجلس الوزراء. حمادة برحب بك بداية، آخر التطورات حول بالطبع المشروعات الخاصة بتصنيع المنتجات الكهربائية اللي طبعا شهده السيد رئيس الوزراء اليوم، وكذلك كان هناك اجتماع هام للحكومة في العالمين الجديدة، طلعنا لآخر التطورات حمادة. في
اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم. رئيس الوزراء أكد خلال هذا الاجتماع على مختلف التوجيهات التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع رئيس مجلس الوزراء أمس، وهذه التوجيهات تسعى إلى توطين الصناعة في مصر لمختلف أنواع هذه الصناعات بشكل كبير. كان هذا التوجيه الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء في صباح هذا اليوم، وهو الاجتماع الخامس للحكومة بعد تشكيلها الجديد. أيضا في هذا الملف بالتحديد كانت التوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء لمختلف الوزراء بضرورة وجود جولات ميدانية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للحديث عن قرب مع أصحاب هذه المصانع، معرفة احتياجاتهم سواء من المواد البترولية التي يحتاجها أو تحتاجها هذه المصانع للعمل، أو من المواد الخام التي من المفترض أن يتم استيرادها من الخارج أو استخدامها أيضا من السوق المحلية المصرية. يضاف أيضا إلى ذلك متابعة عن قرب للمشاكل الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على عمل الأسواق المالية المصرية والعالمية خلال الأيام القليلة الماضية. رئيس الوزراء وجه بضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف بشكل أساسي لوضع جميع الإجراءات التي من الممكن أن تقلل من تأثيرات تلك الموجات التي أدت إلى سحب تريليونات الدولارات من الأسواق العالمية على مختلف أو من مختلف دول العالم. أيضا يأتي ضمن الموضوعات التي تم طرحها خلال اجتماع مجلس الوزراء الموضوع المتعلق بأزمة الدواء والأسمدة. هناك متابعة مستمرة من الحكومة لسرعة الانتهاء من هذه الأزمات، والتأكيد أيضا على توفير المواد الخام، وأيضا العمل بشكل كبير على توفير المواد المتعلقة بالطاقة وخاصة المواد البترولية. توطين الصناعة عمر هو ملف مهم للغاية، وليه الرئاسة المصرية والحكومة المصرية جهدا على أعلى مستوى. لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس تم ترجمته اليوم بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات. هذه مذكرات التفاهم كانت فيما يتعلق بالصناعات والطاقة البترولية. هذه الصناعات تم التوقيع من خلال مذكرة تفاهم ما بين مصر والإمارات لاستغلال المواد البترولية، وخاصة في منطقة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المثمر ما بين الهيئة الاقتصادية في مصر وكذلك الهيئة العامة للبترول في مصر مع الأخوة والأشقاء في دولة الإمارات. هناك ميزة تنافسية تطرح للهيئة العامة للبترول من خلال تداول البترول واستخدام المواد الخام البترولية، وأيضا جعل على مستوى العالم أيضا في التداول الخاص بالمواد البترولية وتوفير احتياجات السوق المحلي. هناك أيضا توطين الصناعة يأتي بتوقيع عقد ما بين هايسنس إيجيبت أو هايسنس مصر وكذلك المطور الصيني تيدا مصر مع الجانب الآخر، وهو التأكيد على وجود عدد من المشروعات مع دولة الإمارات العربية المتحدة شركة FBB الإماراتية، وعمل عدد من المصانع في مرحلتها الأولى على مساحة 1,110,000 متر مربع في المنطقة الخاصة بالاقتصادية في منطقة العين السخنة. المرحلة الأولى توجد بها استثمارات تتعدى 38 مليون دولار. هذه المصانع في مرحلتها الأولى سوف تسعى إلى صناعة الشاشات وأيضا صناعة الأجهزة الصوتية. ورئيس الوزراء أكد أن استخدام عدد كبير من الأسواق والمنتجات المحلية في هذه الصناعة، المنتج المحلي بقيمة كبيرة للغاية. أيضا يأتي الهدف من هذه الصناعة إلى تغذية السوق المحلي، فتم الاتفاق على أن يكون الناتج من هذه الصناعات ما يقرب من 30% يتم توجيهه إلى الأسواق المحلية المصرية، وما يقرب من 70% يتم تصديره إلى مختلف دول العالم سواء في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول أوروبا، تأكيدا أيضا على تقليل الفاتورة الاستيرادية التي تسعى مصر من خلال هذه المنتجات وتوطين هذه الصناعات إلى تقليلها بشكل كبير. رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أكد أن هذا الإطار وهذه الاستراتيجية تسعى من خلالها المنطقة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية مع مختلف طبعا المؤسسات في مصر والوزارات إلى ما يقرب من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
كل تلك الموضوعات تم طرحها في اجتماع مجلس الوزراء، وسبق هذا الاجتماع توقيع كما ذكرنا مذكرة التفاهم وعقد الشراكة ما بين هايسنس مصر وتيدا مصر المطور الصين الذي يعمل في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وشركة اف بي بي الإماراتية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة وخاصة الأجهزة الكهربائية. شكرا جزيلا للزميل حمادة العربي متابعنا أحداث مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك حمادة. أكد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية على كافة التخصصات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع مع عدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية وكذلك الاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات تنفيذا لكافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. وألقى اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيرا إلى أن حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي سيظل محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدا بما يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على أمن واستقرار الحدود الجنوبية للدولة. كما أكد أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكانياتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات، فضلا عن دورها الداعم لمسيرة بناء الدولة المصرية وخططها الطموحة للانطلاق نحو المستقبل المشرق. وأوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الالتزام بالتقاليد العسكرية المصرية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة الحصن المنيع لكل من تسول له نفس المساس بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. كما طالبهم بمواصلة البحث والاطلاع للارتقاء بمستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة. أكد وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي على الروابط الوثيقة التي تجمع مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا وحرص مصر على دعمها وتعزيزها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراها عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وقد تبادل الوزيران خلال الاتصال الرؤى حيال تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على أهمية وقف الحرب على القطاع في أسرع وقت ممكن باعتبارها السبب الرئيسي في زيادة حدة التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة ككل. أكد وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي على ضرورة وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه عبد العاطي مع جوزيف برايل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي. وقد شدد عبد العاطي على مسؤولية الدول الكبرى والمؤثرة في التدخل والضغط على إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهوية والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى، مؤكدا على أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
كما أكد أيضا وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي على اعتزاز مصر بعلاقاتها الممتدة مع البرازيل، حيث يحتفل البلدان هذا العام بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الذي أجراه وزير الخارجية والهجرة مع مامورا فييرا وزير الخارجية البرازيلي، حيث شهد الاتصال توافقا في الرؤى حيال سبل التعامل مع التحديات الاقتصادية والدولية، وكذلك بحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات الدولية ذات البعد المشترك، إضافة إلى التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 307، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف وسط القطاع. هذا وقد ارتفعت حاصلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 39,699 فلسطينيا وإصابة 91,722 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. بعد 300 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها المتواصل على القطاع مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. القصف الإسرائيلي لعدة مناطق متفرقة بقطاع غزة أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، بينما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي القطاع. يأتي هذا بينما انتشر طواقم الإسعاف شهيدا في منطقة تفاح بغزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل الفلسطينيين جنوب حي الصبرة والمناطق الشرقية من المدينة. واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ أبراج في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما شنت تلك الطائرات غارتين على المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما اشتعلت النيران جراء قصف جيش الاحتلال بالقذائف المدفعية والدخانية المناطق الشرقية من بيت لاهيا. وتعرضت مدينة الأسرى ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع للقصف المدفعي. وفي مدينة خان يونس استشهدت فلسطينية في قصف منزل بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرقي المدينة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة نحو شرق بلدة القرارة شرقي المدينة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد نحو ما يقرب من 40,000 وإصابة أكثر من 91,000 آخرين في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم. تعهد الجنرال هاريتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل يحيى السنوار عقب تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. حصل يحيى السنوار على لقب جديد وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. هذا اللقب وهو لقب سياسي لن يعفيه من حقيقة أنه قاتل مسؤول عن التخطيط والتنفيذ الكامل لما حدث في 7 أكتوبر، وبالتالي فإن تغيير اسمه لا يمنعنا من البحث عنه فحسب، بل يحفزنا، وسنبذل جهدا للعثور عليه ومهاجمته، ويمكنهم استبدال رئيس مكتبهم السياسي مرة أخرى. لقد قمنا بأعمال مهمة للغاية في الأسابيع القليلة الماضية، لقد قتلنا كبار القادة لأعدائنا الأكثر إشكالية، ولن نتوقف. وينضم إلينا زميل علي فتحي من أمام معبر رفح لنتابع الأحداث معها عن قرب. علي، بعد التحية لك، الجديد لديك حول إدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني؟ طبعا يمكن هناك مستجدات بالطبع في هذه النقطة تحديدا يا علي. بالفعل عمر، بعد التحية، يعني هناك مستجدات، حيث أن اليوم يعني شهد انفراجة جديدة في أعداد الشاحنات التي عبرت ميناء رفح البري صوب معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث عبرت 95 شاحنة منذ صباح اليوم محملة بالمواد الإغاثية والإعاشية وأيضا عدد من المستلزمات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى 11 شاحنة محملة بالمواد البترولية والوقود
النقود. كل هذه الشاحنات يعني عبرت صوب معبر كرم أبو سالم مع الصباح. والجديد في شاحنات اليوم أن الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية كانت تحمل بين طياتها الأرز والدقيق والطحين وأيضا الفحم. هذه المنتجات أو هذه المواد تحديدا في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية كانت ترفضها رفضا تام سلطات الاحتلال، وكانت تضع أمامها العراقيل تلو الأخرى من أجل رفض هذه المستلزمات. ولكن يعني اليوم كما تابعنا وكما تحدثنا مع سائقي الشاحنات التي أفرغت حمولتها وعادت أدراجها مرة أخرى إلى الجانب المصري من معبر رفح، وجدنا أن الحمولات التي وصلت أو المواد التي وصلت إلى قطاع غزة هو ما ذكرته لك، بالإضافة إلى 4 شاحنات محملة بالغاز يعني أفرغت حمولتها بالكامل في المنطقة اللوجستية المخصصة لها في معبر كرم أبو سالم الحديدي، وأيضا عادت إلى معبر رفح مرة أخرى من الجانب المصري، وهناك سيارتان محملتان بالسولار أفرغت حمولتهما بالكامل، وهناك أيضا 5 سيارات أو 5 شاحنات تنتظر إفراغ حمولتها من السولار والعودة مرة أخرى إلى ميناء رفح البري والجانب المصري. وفيما يخص الشاحنات المساعدات هناك نحو 50 شاحنة من هذه الشاحنات أفرغت حمولتها بالكامل وعادت إلى الجانب المصري من معبر رفح. وهذه الانفراجة عمرو يعني التي حدثت طيلة هذا الأسبوع الجاري يعني توازي ما عبر إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة طيلة شهر يوليو الماضي، حيث أن شهر يوليو الماضي شهد نحو 300 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية على مدار الشهر بالكامل. ولكن اليوم ومع مطلع هذا الأسبوع توقفت حركة دخول المساعدات يوم الثلاثاء الماضي فقط، وعلى مدار الأسبوع بالكامل دخلت نحو 350 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والإعاشية، وعدد من الشاحنات المحملة بالوقود تقدر بنحو 50 شاحنة. ولكن أؤكد لك عمرو أن هذه الأعداد كلها لا تتناسب ولا تلبي احتياجات القطاع الضرورية، حيث أن الحد الأدنى الذي يحتاجه القطاع من شاحنات المساعدات في اليوم الواحد يعني يبلغ نحو 500 شاحنة بحسب تقديرات موظفو الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثية العاملة في قطاع غزة. هذا هو المشهد لدينا حتى الآن عمرو، وسنوافيك بما هو جديد إن شاء الله. شكرا جزيلا للزميل علي فتحي متابع الأحداث عن قرب من أمام معبر رفح، شكرا جزيلا لك يا علي. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التصعيدية والقمعية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مدامة جنوب نابلس ودهمت عددا من المحال التجارية والمنازل. كما أجبرت قوات الاحتلال عائلة في قرية الزعيم شرق القدس المحتلة على هدم منزلها بذريعة عدم الترخيص. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بمنع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى وباحاته لمدة 6 أشهر. يأتي ذلك في الوقت الذي اقتحم فيه مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بينما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة وبخاصة عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين إليها. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر سكايب السيدة تمارا، الدكتورة تمارا حداد، باحثة في الباحثة السياسية في رام الله. برحب بك استاذة تمارا. يمكن بالطبع نتحدث عن يمكن الاحتلال ما زال يمعن في كافة مناحي الحياة لإيقاف كافة السبل لإيصال الفلسطينيين إلى غايتهم، منها اعتداءات مباشرة عليهم في كل مكان، وهاليوم أيضا يتم منع من جديد السيد عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، وبالإضافة أيضا إلى التصريحات التي تنسب للجيش الإسرائيلي بأنهم يمعنون في اغتيال السيد يحيى السنوار عقب تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. بداية تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. نعم،
نعم، هناك سلسلة من الانتهاكات التي تحدث في كافة مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو حتى على مستوى المنطقة المقدسة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية إبعاد الذين يرابطوا يوميا في أرض المنطقة المقدسة، ليس فقط لعكرمة صبري، وإنما هناك يتم إبعاد عدد كبير من المقدسيين من أماكن سكنهم. هناك هدف أساسي وهي عملية إخلاء المنطقة المقدسة من المدنيين الفلسطينيين، من المرابطين الفلسطينيين، من المقدسيين. هناك سياسة ممنهجة بتحويل المنطقة القدس الشرقية وكأنها تضم إلى قدس التي يعتبرونها وكأنها هي عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، فبالتالي هم يستخدمون سياسة الإبعاد وسياسة الانتهاكات وسياسة كل الواقع الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني لطرد أكبر عدد ممكن من المقدسيين المنطقة المقدسة وإبعادهم عن هذه المنطقة حتى يقللوا الناحية الديموغرافية الفلسطينية. ليس هذا فحسب، هناك أيضا عمليات الانتهاكات تحدث فيما يتعلق سحب الجنسيات أو سحب ما يتعلق الهوية المقدسية من الفلسطينيين. هذا يعني سوف يتم اضطرارهم الابتعاد عن المنطقة المقدسة والذهاب إلى المنطقة التي تحت مصنف تحت إطار السلطة الفلسطينية المصنفة ألف أو باء أو جيم. فبالتالي هناك سلسلة من العقوبات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن الضفة الغربية. الضفة الغربية أيضا سلسلة من العقوبات، سموتريتش وأشارة اليوم سوف يتم معاقبة حتى على مستوى سياق عدد من الدبلوماسيين النرويجيين الذين يعملون في أراضي السلطة الفلسطينية، أن سوف يتعاملون معهم وكأنهم شخوص غير دبلوماسيين. ونتيجة أن النرويج هي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وناهيك أن هناك عقوبات في عملية عدم إعطاء المقصة يعني إرسالها إلى النرويج التي هي خاصة لإنتهاء رواتب للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. ناهيك عن العقوبات التي يقوم بها فيما يتعلق يعني أخذ أكثر من 100 مليون من الأموال المخصصة للسلطة. طبعا سموتريتش وضع هذه النقطة وهي تعتبر سلسلة من سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها سموتريتش لحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحتى يحقق نوعا ما من سياسة التجويع الممنهجة سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية. تحديدا فيما يتعلق الضفة الغربية الآن يقومون بطرد عدد كبير من العمال الداخل الإسرائيلي حتى لا يقوم بالعمل، حتى مستوى السلطة الوطنية أيضا يتم معاقبتها بعدم إعطائها الأموال الخاصة بها. فيما يتعلق المخيمات الفلسطينية الآن يحاولون تدميرها كليا، كما يقومون بتحويل هذه المخيمات كما أرض قطاع غزة، بمعنى تحويلها إلى أرض محروقة. في أرض قطاع غزة ما زال أن الحرب قائمة لن تتوقف، في اختيار السنوار يعتبرون الإسرائيليون وكأنها تحدي لإسرائيل، لذلك إسرائيل تتعنت باستمرار الأعمال العدائية والقتالية في أرض قطاع غزة. وهناك هدف وضعه من أجل التخلص من يحيى السنوار أو اغتيال يحيى السنوار في أرض غزة. واضح تماما أن ما زال أن الإسرائيليون مستمرون في انتهاكاتهم وأيضا أفعالهم حتى يحقق نتنياهو الأمر الذي يشير إليه الصبر أو النصر الاستراتيجي الذي لم يتحقق حتى هذه اللحظة على أرض الواقع في أرض قطاع غزة. شكرا جزيلا للدكتورة تمارا حداد الباحثة في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد وحدات الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله اللبناني فيما لم يرد بتعليق على الحزب، كما تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من مهاجمة أهداف وبنى تحتية استراتيجية أسفرت عن تدمير منصة لإطلاق المسيرات التابعة لحزب الله في منطقة سجد جنوب لبنان. بعد توعده بالانتقام القوي قريبا لاغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، فقد حزب الله اللبناني قائدا جديدا ضمن النهج الاستراتيجي الجديد لإسرائيل في اغتيال قادة قوى المقاومة في لبنان وإيران. فرغم حالة الترقب الدولي الحذر لرد حزب الله اللبناني على اغتيال 5 من عناصره خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله اللبناني فيما لم يرد تعليق من حركة المقاومة. ضربات استباقية متوالية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي تضمنت غارات جوية قصفت خلالها أهدافا وبنى تحتية استراتيجية أسفرت عن تدمير منصة إطلاق مسيرات تابعة لحزب الله في منطقة سجد جنوب لبنان، كما استهدفت غارتان أخرتان بلدتي الكفور والدوير في قضاء النبطية جنوب لبنان. هيئة البث الإسرائيلية أفادت أن تل أبيب تتوقع أن يكون هجوم حزب الله هو الأوسع منذ انتهاء الحرب في عام 2023.
2006. كما يرى محللون مطلعون على المشهد أن حزب الله قد يتصرف خلال الأيام المقبلة دون سابق إنذار، ما يعني أن حزب الله سيتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال، وفقا لما أكدته معلومات استخباراتية. مصادر استراتيجية وعسكرية حللت التهديد الأخير لأمين عام حزب الله وحذرت من أن انتقام حزب الله سيكون موجها على منطقة حيفا لكونها ثالث أكبر مدينة مكتظة بالسكان وتحتوي على منشآت استراتيجية ومعسكرات للجيش ومصانع أمنية، وهو ما أكده إعلام إسرائيلي من أن المدينة تشهد حالة تأهب عسكري وفي ظل تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع في المنطقة واتساع دائرة الصراع. أطلقت منظمات أممية دعواتها لكافة الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشددة على أن الأطفال في بلدان الشرق الأوسط واجهت واقعا قاسيا بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. إلى تطورات الانتخابات الأمريكية، حيث حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من الخطر الذي يطرحه المرشح الجمهوري دونالد ترامب على الديمقراطية الأمريكية. وفي مقابلة أجرتها معه شبكة CNN، قال بايدن أنه غير واثق على الإطلاق من حصول انتقال سلس للسلطة إن كامالا هاريس قد فازت بالانتخابات وخسر ترامب انتخابات 5 نوفمبر القادم. بدا تأثير نانسي بيلوسي واضحا في جميع نواحي إعادة الحزب الديمقراطي تنظيم صفوفه في غضون أسابيع قليلة وصعبة لمنح بطاقة الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. بيلوسي التي سبق وشجعت الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا على اتخاذ قرار بشأن الترشح لولاية ثانية عندما أكد على أنه ليس لديه خطط للتنحي وبمجرد انسحابه وتأييده لنائبته كامالا هاريس في الترشح، كانت بيلوسي على رأس المؤيدين لها والمرحبين باختيار تيم وولز مرشحا لمنصب نائب الرئيس. لكن بالنسبة لبيلوسي لا يتعلق الأمر ببايدن، بل يتعلق أكثر بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي أكدت على أن هدفها الأول هو ألا تطأ قدمه البيت الأبيض. بيلوسي أعلنت أن بعض الجمهوريين أخبروها أن الديمقراطيين يجب أن يهزموا الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. من جانبه حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس التي ستمثل الحزب الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض من الخطر الذي يطرحه خصمها دونالد ترامب على الديمقراطية الأمريكية مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية. وفي مقابلة أجراها مع شبكة CBS قال بايدن إنه غير واثق على الإطلاق من حدوث انتقال سلمي للسلطة إلى كامالا هاريس إذا خسر دونالد ترامب انتخابات 5 نوفمبر القادم. يذكر أن ترامب سبق وحذر أثناء فعالية في مارس الماضي بأوهايو مما وصفه بحمام دم إذا لم يفز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. بدورها حذرت هاريس خلال جولة انتخابية على ويسكونسن وميتشيغن، وهي من الولايات الأساسية للاحتفاظ بالبيت الأبيض من فوز الملياردير الجمهوري. وقالت المدعية العامة السابقة خلال قيامها بجولة انتخابية على ولايات متأرجحة مع مرشحها لنيابة الرئاسة تيم وولز إن شخصا يلمح إلى أنه يتعين إلغاء دستور الولايات المتحدة، داعية الأمريكيين في الوقت نفسه على نبذ الفوضى والخوف والكراهية. وبعد انسحاب بايدن من سباق الانتخابات أثارت هاريس حماسة عارمة في صفوف الديمقراطيين، فنجحت في تجاوز الفارق مع ترامب في استطلاعات الرأي التي باتت تشير إلى منافسة شديدة بين المعسكرين، حيث تقدمت هاريس على ترامب بحسب آخر استطلاعات الرأي بحصولها على 51% من نوايا الأصوات مقابل 48 لخصمها.
نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد. محمد يونس المكلف برئاسة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش يصل إلى العاصمة داكا لأداء اليمين الدستورية. وحرقوا نسائنا. واخوي الثاني اثنين استشهدوا من اولاده، وابن اخوي خمس استشهدوا ما طلع منهم ولا واحد. اليهود لا مش مظلومين، هم اساس البلد في العالم كله. حرام عليكم، ايش اللي بيحصل هذا؟ كلنا مدنيين ولا بنقاوم هنا. بدنا نعيش، الشعب كله جعان، الشعب كله تعبان. ايش الخوف اللي احنا بنعيشه يا جماعه؟ بكفي. حسبي الله ونعم الوكيل. نقول يا رب تخلص قبل ما تترفع يا رب. قدم أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد بصحبة الزميل هاني فرج. تفضل هاني. شكرا لك يا زميلي عمرو عبد المجيد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة في عالم المال والأعمال والتي نبدأها بهذا العنوان. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول. أهلا بكم من جديد. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ودولة الإمارات للاستفادة من منظومة متكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية وتطبيقها بميناء الحمراء البترولية على ساحل البحر المتوسط. تأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجيات وزارة البترول لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية. كما تتضمن مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة. قال وزير المالية أحمد كوجوك إنه سيتم صرف 1.9 مليار جنيه دفعة جديدة ل 560 شركة مصدرة من دعم الحكومة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري بإجمالي مساندة تصديرية تصل إلى نحو 13 مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024. يأتي ذلك في إطار ما تستهدفه الدولة من دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها وتعزيز تنافسات المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط اجتماعا افتراضيا مع الجيتا يبيباي المستشارة الإقليمية المعنية بالحسابات القومية بالمركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي. يأتي ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتطوير منظومة الحسابات القومية بما ينعكس على كفاءة المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مستوى الإقليم الاقتصادي ومستوى المحافظات. شهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف افتتاح خط إنتاج صمامات مواقد الغاز الآمنة بالشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية، حيث نجحت الهيئة في تصنيع الصمامات الآمنة بنسبة تصنيع 100%. كافة احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول العربية والأفريقية، تم افتتاح خط إنتاج صمامات مواقد الغاز الآمنة بالشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع بحضور رئيس الهيئة.
في ظل توجيهات فخامة سيادة الرئيس لتوطين الصناعات وتعميقها في مصر، احنا كنا بنستورد محابس الغاز الآمنة اللي هي بتستخدم في صناعة مواقد الغاز. ففكرنا طبعا ان احنا يجب ان نصنع هذا المحبس في مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وبسرعة يعني بعد دراسة وبعد تجارب الحمد لله وبعد كمان التعاون مع احدى الشركات الاجنبيه تم الحمد لله بفضل ربنا انتاج المحبس الامن في الشركه العربيه البريطانيه للصناعات الديناميكيه اي بي دي. نجحت الهيئه في تصنيع الصمامات الامنه لمواقد الغاز بنسبه تصنيع محلي 100% والبدء في توريد العديد من صمامات الغاز الامنه بما يلبي المتطلبات المتزايده للسوق المحليه من هذه الصمامات. الخط ده يعتبر الخط الاول في جوه مصر العربيه والشرق الاوسط وافريقيا. نامل ان شاء الله ان احنا نلبي احتياجات السوق المصري. دي المرحله الاولى من الانتاج بحوالي 1,000,000 محبس سنويا، ومخطط ان شاء الله نوصل ل 5,000,000 محبس خلال سنتين. ان شاء الله دي المرحله الاولى والتشغيل التجريبي للمصنع. ان شاء الله الفتره الجايه القادمه ان شاء الله هنوصل ل 100,000 محبس في الشهر لتلبيه احتياجات السوق وشركات المصنعة المتجددة. يعتبر خط إنتاج الصمامات الآمنة لمواقد الغاز هو الأول من نوعه في مصر بطاقة 1,000,000 محبس سنويا، حيث من المخطط التوسع بإضافة خطوط إنتاج للوصول لطاقة 5,000,000 صمام آمن سنويا خلال 3 سنوات. تسعى الهيئة العربية للتصنيع من خلال هذا المصنع وعدة مصانع تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير المساهمة في تنمية المجتمع المصري. منذر أبو دوح، أني الأخبار. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بالسيد شي جيان جون كونغ رئيس شركة جيانسغو لينافا للنسيج إحدى كبرى الشركات الصينية والعالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة. تم خلال اللقاء بحث تأسيس الشركة لمجمع متكامل للغز والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر. أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة 7.1 مليار يوان بما يساوي 993.6 مليون دولار أمريكي. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي في الوقت الذي بلغ فيه احتياطي النقد الأجنبي في الصين 3.2564 تريليون دولار أمريكي نهاية يوليو الماضي، وذلك بزيادة قدرها 34 مليار دولار أو ما يوازي 1.6% مقارنة بنهاية يونيو الماضي. قالت مصادر لرويترز إن روسيا والصين قد تبدأان استخدام أنظمة المقايضة التجارية في الوقت الذي تحاول فيه موسكو وبكين الحد من استخدام الأنظمة المصرفية التي تراقبها الولايات المتحدة. ومن شأن المقايضة التجارية أن تسمح لموسكو وبكين بتفادي مشكلات السداد وبتقليص مراقبة الجهات التنظيمية الغربية لمعاملاتهما الثنائية والحد من المخاطر الخاصة بالعملة. نهاية الجولة الاقتصادية وعودة سريعا إلى زميلي عمرو عبد المجيد والمصادر السياسي. إليك عمرو. شكرا لك هنا على هذه الوقفة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. قال الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس اليوم أن طلاب المحتجين الذين أجبروا رئيسة الوزراء في بنجلاديش الشيخ حسين على الاستقالة أنقذوا البلاد وأنه يجب حماية هذه الحرية. أدلى يونس بهذه التصريحات إلى الصحفيين بعد وصوله إلى العاصمة داكا ليرأس الحكومة المؤقتة الجديدة بعد مال العنف والشغب الذي استمرت لمدة أسابيع، حيث سيؤدي اليمين الدستورية فور وصوله من المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة بقيادة يونس مهمة قيادة عملية ديمقراطية نحو انتخابات سريعة، وذلك في عقاب أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وفرار رئيسة الحكومة المخلوعة الشيخ حسين.
قال البيت الأبيض أنه أجرى اتصالا مع كييف لمعرفة المزيد عن أهداف توغل القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان دعم واشنطن للإجراءات التي اتخذتها أوكرانيا لوقف هجمات القوات الروسية. ومن جانبها انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوغل الأوكراني العسكري بأنه استفزاز واسع النطاق، يشار لأن القوات الأوكرانية شنت الثلاثاء الماضي عملية عسكرية توغلت خلالها في منطقة كورسك الروسية الحدودية، ما أدى لإجلاء الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود. وبانوراما النيل لازالت مستمرة، ونتابع بعض أخبار الرياضة. علماء وكالة الفضاء الأمريكية يقولون أن البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري على وشك الاختفاء. طبعا مشاهدينا الكرام، لم يتبقى لنا سوى هذا الاخبار، حيث قال علماء فلك بوكاله الفضاء الامريكيه ان البقعه الحمراء العظيمه على كوكب المشتري على وشك الاختفاء. وبالطبع مشاهدينا الكرام، نذكر حضراتكم بابرز ما جاء في نشرتنا من اخبار. الرئيس السيسي وجه باتخاذ الاجراءات القانونيه نحو اصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم. خلال اجتماع الحكومة، مدبولي يوجه الوزراء بتكثيف جولاتهم الميدانية للمنشآت الصناعية ودفع جهود تعزيز توطين الصناعات الواعدة. شهداء وجرحى جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي على أنحاء في غزة. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.